وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: وهذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح. الحديث: فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن أنصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا. معنى هذا الكلام أن الشيطان أوحى إليهم أن يجعلوا أشياء مرتفعة بارزة في مجالسكم على صورة هؤلاء الصالحين، فإذا جلستم في هذه المجالس ورأيتم صورة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر زادكم تذكرة وإقبالا على العبادة. والأنصاب هنا الأوثان، أن أنصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، ففهم أن الأنصاب هنا الأوثان من قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. الأنصاب هي الأوثان. وقال تعالى في سورة المعارج: فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. يوم يخرجون من الأجداد سراعا، كأنهم تشبيه لحالهم في الدنيا، كأنهم إلى نصب يوفضون. وقال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب مما يتقربون به إلى أصنامهم. وقول ابن عباس رضي الله عنهما هنا أنصاب، وهي الأصنام، أصنام على صور، أليس كذلك؟ بلى. ففهم من هذا فيما ذكره في أول ما ذكره مما لم يذكر هنا، قال: كانت الأوثان في قوم نوح، دل على أن الأصنام أوثان،